بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مشاہدین الکرام، حیا خان تحیکم وتقدم لکم نشرات الاخبار. فی غواد ارسال رئیس الوزراء عمران خان حجر اساس المطار الدولی وقال بهذه المناسبة ان تطور غوادر سيعود بالفوائد على سائر رجال البلاد حيث سيسهم هذا المطار في ربط غوادر بالعالم جو بعد ربطها بحر عن طريق اول ميناء باكستان في ارض البحر. وقد حضر بهذه المناسبة السفير الصيني المعتمد لدى باكستان يوانجانغ ورئيس اركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ورئيس وزراء اقليم بلوشستان جام كمال وعدد من الوزراء وكبار مسؤولين. وقال رئيس الوزراء ان تطور غوادر يعني تطور شعبها، واشار الى انه سيزور الصين في ابريل نيسان المقبل للاستفاده من خبرات الصين. وقال السفير الصيني ان مطار غوادر سيفتح افاق التقدم لسائر ارجاء البلاد. قررت الحكومة تعيين النائب في الجمعية الوطنية العميد المتقاعد إعجاز شاه وزيرا للشؤون البرلمانية. كشف عن ذلك وزير الإعلام الشرطي فواد حسين في تغريدة قائلا إن رئيس الجمهورية وافق أن تعيد العميد المتقاعد إعجاز شاه بمنصب وزير بتوسيع من رئيس الوزراء. صرح وزير الإعلام شودري فواد حسين أن العلاقات الباكستانية السعودية ازدادت دفعا في ظل حكومة رئيس الوزراء عمران خان لدرجة أن وزير العهد السعودي أعلن أنه يعتبر نفسه سفير باكستان في المملكة. وفي معرض حديثه مع رجال الإعلام في السعودية قال رئيس الوزراء أن السعودية قامت بدور حام في تهدئة التوتر بين الهند وباكستان. أعربت وزارة الخارجية عن الأسف علي تأجيل الحين لمباحثات القادمة حول معبر كردارفور، حيث تم الاتفاق في 14 من الشهر الحالي على عقد جولة القادمة من المباحثات بهذا الشأن في الثاني من أبريل نيسان المقبل. وأكد الناطق عزم باكستان على الالتزام بفتح هذا المعبر في الموعد المقرر له في ذكرى ميلاد بابا غورو نانك. صرح الجنرال الهندي المتقاعد سيد طه حسنين أن باكستان توافقت في الحرب الإعلامية على الهند. وفي حديثه في مركز فقير بريطاني اعترف الجنرال الهندي بأن دائرة العلاقات العامة للقوات الباكستانية قد فازت بالحرب الإعلامية مع الهند وأبعدت الشعب الكشميري أن الهند وقواتها المسلحة. وحث الهند على أن تتعلم من باكستان كيف تخوض الحرب الإعلامية. تطرق أعضاء البرلمان الأوروبي في تقرير الأمم المتحدة الأخير إلى الممارسات التعسفية الهندية في كشمير المحتلة، ووجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعربوا فيها أن خلقهم البالغ إزاء ممارسات القوات الهندية وانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير، وطالبوا بمنع استخدام بنادق الخرادق المعدنية ضد المتظاهرين الكشميريين وإجراء تحقيقات نزيهة في الانتهاكات حقوق الإنسان. معلقة على تجربة الهند للصواريخ المضادة للإقماع الصناعية، حذر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان من أن ذلك سيدى إن انتشار الفوضى في الفضاء. وفي معرض حديثه إلى الصحفيين أكد تفادي الحاق الإضرار بالفضاء. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.